بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي مشاهدي قناه النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي في كل مكان، اهلا ومرحبا بحضراتكم معنا في جوله جديده من جولات استوديو الابطال. النهارده نيل لحضراتكم في تمام الساعه 6 نهائي بطوله القاهره لكره السله سيدات الاهلي والجزيره. مباراه قويه، ده تاني لقاء السنه دي على بطوله، كان يمكن اللقاء الاول في سوبر مصر العام الماضي اللي اتلعب وفاز بيه النادي الاهلي، والمباراه الثانيه ان شاء الله. زي ما حضراتكم عارفين نادي الجزيره مناره من منارات كره السله في منطقه القاهره، ولكن النادي الاهلي الحقيقه بيأكد تفوقه خلال الفتره اللي فاتت، وده ابدا ما يقلش من نادي الجزيره، بالعكس نادي الجزيره عامل فرقه محترمه وجيده جدا جدا جدا. النادي الاهلي النهارده بيحاول يحصد اللقب الثاني لهذا الموسم زي ما قلت لحضراتكم بعد السوبر المصري. يمكن لم يوفق في دوري المرتبط، لم يشارك النادي الاهلي في بطوله افريقيا الابطال، دي تاني بطوله ليه في هذا الموسم، يعني بيحاول يحصدها ان شاء الله في السوبر المصري وكاس مصر. يتبقى للنادي الاهلي هذا الموسم، واحنا الايام دي في منتصف الموسم تقريبا، يعني الموسم هينتهي ان شاء الله 4 و5 كالعاده زي كل موسم ان شاء الله. المباراه ستقام على صاله مركز الاولمبي في المعادي، صاله ارضيتها كويسه ولكن يعني ساعه جماهيريه يعني تعتبر للمشاهدين فقط، ولكن مش صاله كبيره يعني. الحقيقه قبل ما نتناول مباراتنا طبعا فنيا وتحليليا لازم ارحب بضيوفي اللي منورين في الاستوديو، كابتن محمد سلعاوي نجم نجوم النادي الاهلي ومنتخب مصر السابق. اهلا بيك كابتن. اهلا بيك كابتن هيثم، وان شاء الله يكون المكسب من نصيبنا ان شاء الله. معانا نجم نجوم النادي الاهلي ومنتخب مصر السابق كابتن طاهر، كابتن طاهر راجب. اهلا بيك يا كابتن طاهر. اهلا بيك يا كابتن، منورنا وان شاء الله يبقى النهارده مكسب الثاني لفريق السيدات ان شاء الله. باذن الله باذن الله زي ما عودونا بالصبر. كابتن طاهر شايف المباراه النهارده ازاي، خاصه ان في بعض الغيابات، سوريا محمد يمكن بتشتكي من حاجه في ايديها، صباع يعني ايديها اليمين من بطوله سيريا انتري، وعندنا كمان رنيم شد في السمانه، عندنا بعض الغيابات يعني يمكن الفرقه مش في افضل حالاتها، بس شايف المباراه النهارده ازاي؟ أنا شايفها إن هي يعني ما زال فرقة الأهلي فرقة قوية وفرقة طبعا تاريخها حافل، وأيضا كمان النجوم بتوعها يعني متعددين، احنا ما بنعتمدش على واحدة أو اثنين أو ثلاثة، إنما بنعتمد على فرقة كاملة، وفي عندنا طبعا نجوم بنش يقدر، والبنج إلى حد ما هو طبعا في إصابات زي نافع، ندى نافع أعتقد كان عندها رباط صليبي و يعني دي الإصابات الكبيرة، يمكن هي غايبة عن الموسم ولكن في إصابات برضه صغيرة، يعني ثريا برضو اصابه كبيره عندها يعني في، بس يعني حسب ما سمعت ان هي يعني هتحاول يعني تعمل لها زي علاج كده تربيط او حاجه تلعب بيه المباراه لان هي طبعا فاينل القاهره، وفرقه الجزيره مش يعني ما تقدرش تقول ان انت المباراه محسومه لاقصى حاجه، فلازم تعتمد برضك على النجوم اللي هم الخبره اللي يقدروا يحسموا المباراه. طب كابتن يعني النهارده مباراه يمكن جايه في توقيت مهم، الفرقه ما شاركتش في بطوله افريقيا لانه طبعا الدوري واقف، فكان مهم جدا ان يبقى عندك مباريات، ومهما لعبت مباريات وديه عمرها ابدا ما تبقى زي المباريات الرسميه. طبعا عمرها يعني ايا كان قوه المباريات الوديه عمرها ما هتكون ابدا زي المباريات الرسميه. شايف توقيت البطوله دي يعني ومنطقه القاهره طبعا بقياده الكابتن او الدكتور شريف سليمان، يعني احد يعني ابرز الكوادر الاداريه الحقيقه اللي موجوده دلوقتي في الساحه، اختياروا المباراة التوقيت ده خاصة ان الدوري واقف؟ هو بصرف النظر ما لسه احنا خارجين كنادي اهلي من بطولة المرتبط، وان لم نوفق فاحنا بنتكلم على ان هو احتكاك قوي ومباراة رسمية زي ما انت اشرت، يعني ان هي المباراة الرسمية بتدي خبرة او بتدي احساس بالمباريات الصعبة والنهائية، والمباراتين الفاينل كانوا مع سبورتنج صحيح وفرقة قوية جدا، صحيح لم نوفق بس طبعا زي ما قلنا ان هي خدوا فيها احتكاك قوي. مش مباراة ودية، زائد كمان ان انت لسه ملعب الجزيرة على نهائي السوبر، وكانت احنا طبعا بنحترم تماما فرقة الجزيرة، وكان فاينل يعني مش سهل قوي بس مباراة في نفس الوقت ما كانش كروس جيم، يعني انت يمكن 30 نقطة انما زي ما قلنا ان احتكاك يماثل ما سيحدث اليوم
فطبعا فبتكسب انت يعني بتقرا الفرقه صحيح. اللي انت هتلعبها انت لعبتها من حوالي اسبوعين صحيح. او طب كابتن خلينا نشوف راي كابتن سلعاوي ايه برضو. يعني كابتن سلعاوي طبعا والد نادين سلعاوي نجمه الفريق واحد ابرز اللاعبين في مصر دلوقتي، لم يكن يعني مش عايز ابالغ اقول يعني من افضل اللاعبات اللي جت في المركز ده في تاريخ كره السله. شايف مباراه النهارده ازاي يا كابتن سلعاوي؟ شايف اهميتها، توقيتها، حاله الفرقه؟ لا انا المباراه طبعا على الورق لصالح النادي الاهلي، لكن على كره السله عودتنا دائما وابدا ان ما فيش حاجه على الورق، في مجهود، في عطاء، في بذل، في تنفيذ تعليمات مدرب، هي الفاينل في مين يكسب ومين يخسر. النادي الاهلي قد يكون عنده بعض الاصابات زي ما ذكرت، سوريا وندى نافع وغياب نهى شتا عن الفريق من منذ فتره، وان الفريق بيكمل ببعض لاعبي الناشئين. اعتقد ان المباراه ده تاني فاينل مع نادي الجزيره السنه دي نعم. ونادي الجزيره دي تاني سنه على التوالي يوصل لفاينل منطقه القاهره. فريق جيد، فريق بيضم عناصر كويسه، بيدربوا ثلاث مدربين منتخب يعتبروا، لكن هناك فرق بين لاعبي الاهلي ولاعبي الجزيره، مع احترامنا الكامل لنادي الجزيره وكذلك في البنش. من الجوده ولا العدد؟ يعني راي حضرتك الافضليه لنادي الاهلي النهارده من جوده ولا من العدد؟ هل البنش اكتر كلاعيبه ولا احنا بنشنا اكتر وتقدر تستخدمه كاوراق رابحه في تغيير النتيجه؟ وبرضه من حيث الجوده. نعم. ان في اكثر من لاعيبه منتخب مصر اكثر من لاعيبه منتخب مصر. حضرتك كنت سالت على توقيت البطوله، اعتقد ان البطوله كابتن شريف سليمان مشكورا يعني بيقيم هذه البطوله في وقت التوقف حتى لا يبعد اللعيبه عن مستواهم. ثانيا اذا دخلت في وسط الموسم هيبقى انشغالات اللعيبه بالدوري السوبر او بالكاس او بالمرتبط مش هيبقى في وقت ومش هتاخد رونقها اللي هو كما متعودين، لان بيبقى في انسحابات كتير بتحصل في عن بطوله القاهره. تركيز عدد من اللعيب اكتر، عدد من الفرق تكون بتشارك بالظبط. طب كباتن خلينا نستعرض الاجهزه الفنيه ومشوار الفرقتين، يعني عايزين نحط الساده المشاهدين في الاجهزه الفنيه واللاعبين. خلينا نبتدي بالجهاز الفني النادي الاهلي، اتفضل كابتن طاهر. طبعا جهاز النادي الاهلي كابتن طارق خيري المدير الفني، كابتن كريم اسماعيل المدرب العام، كابتن علياء محمود مدرب، كابتن ماجد المسلمي مدير الفريق، كابتن نجاح ابراهيم اداريه الفريق، كابتن اكرم الشرباجي محلل الاداء، كابتن محمد علي عبد العزيز اخصائي اللياقه البدنيه، الدكتوره مروه الحسيني طبيبه الفريق، الدكتوره ياسمين الكيلاني اخصائيه العلاج الطبيعي، إيمان جمال مدلكة الفريق، دكتورة مي القاضي أخصائية نفسية للفريق. أشكرك يا كابتن طاهر، ده كان جهاز الفني نادي الأهلي، واضح تماما زي ما حضراتكم تابعتوا كل التخصصات، والنادي الأهلي موفر كل شيء، وعلى فكرة مش في كرة السلة سيدات، في كل الألعاب هتلاقي الجهاز الفني متكامل في كل التخصصات وكل الأفرع، بحيث انه يعني يوفر للاعبين او اللاعبات كل الدعم المطلوب لتحقيق البطولات، وده اللي بيميز النادي الاهلي دائما ابدا ودايما. النادي الاهلي زي ما شفته يعني في نقاط وفي محطات كتيره في تاريخ النادي الاهلي كان عند الميعاد، وكان يعني انا مش عايز يعني اسيب الماتش واتكلم طبعا على مباراه الكره، ولكن طبعا اكيد بنبارك لفريق كره القدم، نتمنى له ان شاء الله الوصول للمباراه النهائيه والفوز في السيمي فاينل ان شاء الله باذن الله القادم. كابتن سلعاوي خلينا نروح للجهاز الفني الكفء لنادي الجزيره اللي احنا بنحييه الحقيقه، وعلى راسه واحد من ابناء النادي الاهلي، وحقيقه يعني هو فرض نفسه بكفاءته بشغله سواء الموسم الماضي او الموسم ده. اتفضل يا كابتن. الكابتن عمرو عاصم مدير فني لنادي الجزيره، وعلى ما وصلني ان والدته تمنى لها الشفاء العاجل. ألف سلام عليها. ألف سلام عليها. ربنا يشفيها يا رب. مصطفى سعيد المدرب العام للفريق، وده لعيب دولي صاحب إنجازات برضه، ونهال سعد الدين مدرب مساعد، مدربة منتخب برضه، زي ما أنا بأكد كلام حضرتك إن أنت قلت إن الجهاز على أعلى مستوى. هيثم ممدوح مدير إداري، فريد سمير مخطط أحمال، دكتور عبد الغني محمد علاج طبيعي، علي عبد الباري أخصائي.
نعم كابتن، ما فيش شك ان الجهاز الفني او يعني نادي الجزيره يعني نجح على قدر امكانياته. خلينا نقول نادي الجزيره يعني يعني طبعا برئاسه كابتن عمرو جزارين عندهم اكيد يعني بعض، هو نادي اجتماعي والانفاق على الفرق الرياضيه ما بيكونش بالكثافه او بالمقدار اللي كان قبل كده، ده وضع طبيعي، ولكن على قد القماشه اللي موجوده نجح دكتور عمرو عاصم انه يعمل كيان للفريق حتى لو ما خدش بطوله، ولكن عمل كيان للفريق. بس طول عمر نادي الجزيره تاريخ في كره السله زي ما قلت، مناره يعني من منارات كره السله يعني في منطقه القاهره وفي مصر كلها. لا وسابقا نعم طبعا وخرج من احسن لاعبي مصر ولاد وبنات من نادي الجزيره. نادي الجزيره نادي عريق في كره السله، لكن قد يكون ان الكابتن عمرو عاصم قدر يمشي بالقماشه اللي معاه ويوصل لاثنين نهائي، ده انجاز بالنسبه أكيد لهذا. اكيد اكيد. كابتن طاهر يمكن محتاجين دي المباراه النهائيه بس، واحنا يعني تفضلنا يعني وذكرنا قبل كده ان قناه النادي الاهلي اذاعت المباريات السابقه، فمحتاجين نذكر الساده المشاهدين بالمباريات الثلاث مباريات اللي احنا ذعناها والنادي الاهلي فاز فيهم. فلو تسمح يا كابتن طاهر لو نذكر نتائج المباريات للساده المشاهدين قبل ما نروح طبعا لارض الملعب عشان ننقل للساده المشاهدين اجواء ما قبل رحله النادي الاهلي في الادوار بتاعت بطوله منطقه القاهره للسيدات السنه دي. الجوله الاولى كان الاهلي لاعب مصر التامين وكانت النتيجه محسومه للنادي الاهلي 72-35. بعد كده الجوله الثانيه كان الاهلي مع هليوبلس وكانت النتيجه ايضا محسومه للاهلي 91-33. الجوله الثالثه او الدور اللي بعد كده هو كان مع نادي الشمس، والثلاث انديه دول طبعا انديه قويه في منطقه القاهره، وماتش الشمس برضك حسم للاهلي 83-45. نعم ودي الجوله النهائيه ان شاء الله هتبقى مع نادي الجزيره وان شاء الله باذن الله بالتوفيق وتحسن. خلينا استاذن حضراتكم يعني ضيوف الاعزاء واستاذن الساده المشاهدين، خلينا نروح لصاله المركز الاولمبي في المعادي عشان ننقل ما قبل الاجواء، ومرسلتنا من هناك روزان ناصر، اتفضلي يا روزان. برحب بيك كابتن هيثم وبرحب ايضا بضيوفك الكرام نجوم الاستوديو التحليلي، وبرحب كمان بكل مشاهدينا مشاهدين قناه النادي الاهلي في كل مكان من داخل طبعا المركز الاولمبي بالمعادي بالتحديد من صاله 2، يعني متواجده مع حضراتكم لنقل الاجواء او الاستعدادات الاخيره لما قبل طبعا مباراه الاهلي والجزيره في نهائي بطوله منطقه القاهره. خلينا بس يا كابتن يعني نعرف المشاهدين، الاهلي يعني خاض ثلاث جولات يعني بالفعل قبل مواجهة النهاردة، أولهم طبعا كانت مصر للتأمين هليوبلس، والأمس كانت الشمس، كلها طبعا جولات يعني فاز عليهم أكيد النادي الأهلي. النهاردة الجولة النهائية أو المباراة النهائية بإذن الله لحسم اللقب يعني أمام الجزيرة. طبعا اليوم يعني مباراة قوية جدا، أكيد الجزيرة فرقة طبعا يعني قوية كمان، النادي الأهلي أكيد مستعد بشكل قوي جدا، عمليات الإحماء هتبدأ بعد قليل، يعني كابتن طارق خيري مستعد بشكل قوي جدا، يمكن اتكلمت معاه كمان قبل المباراة وعرفت استعداداتهم، مفيش إصابات الحقيقة داخل الفريق يعني غير النجمة سوريا محمد وهي مش هتقدر تتواجد، إصابتها خفيفة ولكن هي مش هتقدر تلعب النهاردة، يعني الجهاز الطبي قرر إراحتها، ولكن الفريق بالكامل مستعد وجاهز للمواجهة النهاردة. ان شاء الله باذن الله لو يعني حصلنا على اللقب هتكون هي يعني هيكون ده اللقب الثاني بعد كاس السوبر الثاني في الموسم ده ان شاء الله، وان شاء الله باذن الله النادي الاهلي سيدات طبعا سله الاهلي يقدروا يحسموا ويفوزوا باللقب يعني بطوله منطقه القاهره النهارده. دي كانت الاجواء بشكل سريع يا كابتن هيثم من داخل الصاله، يعني خلاص دقائق قليله بتفصلنا عن بدء هذه المباراه، ان شاء الله نفوز باللقب وارجع لك بعد المباراه ان شاء الله نحتفل مع حضرتك ومع كباتن ومع المشاهدين. روزان نصر طبعا بشكرك شكرا جزيلا، تغطية وفية لما قبل المباراة، زي ما حضراتكم شفتوه كان قبل المباراة بتاعتنا في مباراة لسه منتهية حالا على في، لأن طبعا هي دورة مجمعة بتلعب مبارياتك العادي ملهاش دعوة، هي مش دور قبل نهائي ونهائي، هي دورة مجمعة زي ما حضراتكم عارفين، كانت الأهلي ومصر التأمين وهليوبلس والشمس والجزيرة، فكله بيلعب مبارياته في ميعادها. المباراة انتهت يعني منذ قليل زي ما حضراتكم شفتوا في خلفية مع روزان، اتصور ان المباراه تتاخر ربع ساعه، النهارده بنتكلم دلوقتي 6 الا ربع،
التسخين الورم اب بيبقى على الاقل نصف ساعه، يعني ممكن خمس دقائق، يعني المباراه هتنطلق تقريبا 6:15، ده توقعات، يبقى في تاخير ربع ساعه. حبينا بس طبعا نقول لحضراتكم ونعيشكم في الاجواء، ودي ميزه ان احنا ننقل طبعا اجواء ما قبل المباراه، بنعرف قبل يعني المباراه ممكن تبتدي امتى، اللعيبه زي ما حضراتكم سمعتم من روزان ثريا غالبا مش هتلعب، وانا افضل ده الصراحه. يعني انت لو سالتني يا هيثم انت تفضل ايه؟ لا افضل ثريا تريح وتعالج نفسها كويس جدا جدا جدا، احنا عندنا حاجات جايه اقوى واهم. رنيم لو عندها شد تقعد، الاهلي عنده بنش زي ما تفضل كابتن سلعاوي كابتن طاهر رجب ضيوف الاعزاء وقالوا البنش يعني يقدر يقوم بماتش زي ده النهارده. فيعني اتمنى من كابتن طارق خيري ان اي حد بيشتكي، واكيد ده كابتن طارق ده فلسفته، يعني اي لاعب بيشتكي او اي لاعبه بتشتكي من اي شيء النهارده لازم تريح تماما، عندنا معركه قادمه، خاصه المنافس التقليدي سبورتنج بيلعب دلوقتي مباراه افريقيا وهو بيستعد ليها بكل قوه، فانت محتاج النهارده برضو تستعد بكل يعني اوراقك الرابحه عشان تقدر تكون منافس قوي لنادي سبورتنج اللي السنه دي واضح هيكون كل الفاينلز معاه ان شاء الله. كابتن يعني سلعاوي يعني ده كويس ان احنا يعني اللعيبه، اتمنى بس يعني ان شاء الله ما يحصلش تغيير في لعيبه روزان، وان اللعيبه المصابه ترتاح وتاخد وقتها ويلعب النهارده بالكل، عندنا لعيبه كتير جدا، عندنا لعيبه كتير وعندنا لعيبه اكفاء كتير وعندنا بنش قوي جدا مش موجود في اي نادي في مصر يعني بصراحه، ولازم اللعيبه تلعب تاخد فرصتها يعني. صحيح. طيب كابتن طاهر، يمكن النهارده محتاجين برضو نقول للساده المشاهدين نعرفهم بطاقم التحكيم، يمكن بتبقى فرصه كويسه، بس خليني اوضح حاجه انه اتحاد السله يعني ايه منطقه القاهره او ايه الهيكل لمناطق كره السله او اي اتحاد، اتحاد كره السله بيبقى على الراس طبعا، وبيبقى فيه مناطق او زونز بتتقسم على مستوى الجمهوريه مش ثابته، كل اتحاد من حقه يعني يقسم الزونز بتاعته زي ما هو عايز. عندنا مثلا في كرة السلة في منطقة القاهرة وفي منطقة الجيزة، في بعض الاتحادات بتخلي المنطقة واحدة القاهرة والجيزة ويلعبوا مع بعض. طب الجيزة فيها مين؟ لا الجيزة فيها فرق قوية، فيها ممكن نادي الزمالك يكون فيها، نادي شرقية دخان، في أندية قوية ممكن تكون معاك، الصيد كمان بيكون من الأندية القوية اللي في منطقة الجيزة، ولكن اتحاد السلة فاصل منطقتين، في منطقة القاهرة، في منطقة اسكندرية، منطقة الجيزة، في عندنا منطقة اسكندرية، فهي عبارة عن مناطق. النهاردة هو أكبر منطقة في المناطق اللي نازله تحت اتحاد كرة السلة هي منطقة القاهرة عددا وفرقا وكل شيء، هي المساحة هي الزون الأكبر أو المنطقة الأكبر. فالنهاردة بطل منطقة القاهرة بيبقى يعني بنسبة كبيرة بطل 3/4 مصر، يعني بينقصوا بس فرقتين أو ثلاثة من اسكندرية، إنما منطقة القاهرة بتبقى أقوى بكتير جدا جدا من أي منطقة أخرى. خلينا أذكر لحضراتكم طاقم تحكيم اليوم، طبعا كابتن منى علي الحكمة الأولى، أحمد فهمي ورانا خالد، دول الثلاث حكام النهاردة، حكام الميدان أو حكام الملعب، منى علي، أحمد فهمي، رانا خالد، حكام الترابيزة أو حكام الطاولة، يمنى حاتم، عمرو زاهد، وليد عوض، عبد الله العشري، ومراقب المباراة الحكم الكبير الدولي طبعا كابتن محمد شديد هو مراقب المباراة. خليني بس أوضح لحضراتكم بعض الأمور الفنية، أن بيكون في ثلاث حكام في أرض الملعب وعلى الطاولة التحكيم بيبقى فيه حكام. طب الحكام اللي على الطاولة دول هل بيشاركوا في القرار؟ لا، هم بيراقبوا بعض الأداء زي المقاطي مثلا، بيكون بيراقب ال 24 ثانية زمن الهجمة، بيبقى فيه أحد الحكام ماسك السكور، أحد الحكام ماسك مثلا الفاولات، يعني بيبقى كل حكم ليه دور على الترابيزة، ولكن ما بيشاركوش في قرار الحكام الثلاثة، يعني ده مش حكام الفار زي ما بيقولوا في الكورة، ولكن في كرة السلة الفار اسمه IRS، وبيبقى ليه حكام تانيين خالص، ولكن مباراة النهارده ما فيهاش اي ار اس لان محتاجه تجهيزات بكاميرات معينه، والصاله الوحيده المجهزه في مصر لاستقبال الاي ار اس هي صاله الدكتور او مجمع الدكتور حسن مصطفى، عشان كده دايما بتلعب فيها المباريات النهائيه. كابتن طاهر، يعني اكيد فرصه جيده زي ما كانت فرصه جيده للاعبين والاجهزه الفنيه تجرب لعبتها والفرق تجرب لعبتها، فرصه جيده كمان للحكام ان هم يستفادوا ويحتكوا طبعا في مباريات قويه زي دي. طبعا الماتشات اللي بتبقى ايكوال جيم دي بتحتاج لقرارات يعني تبقى حاسمه وفي ثواني معدوده، يعني ما بتبقاش المساله محتاجه ان يبقى في خبرات متراكمه من المباريات القويه، انما لما بتبقى المباراه يعني وان سايد جيم بيبقى فيه يعني مفيش حسم فيها او مفيش تركيز فيها، لان احساس الحكم او احساس
اللي على الترابيزه او بتاع ممكن ايه ما يبقاش فيها تركيز قوي. نعم. انما في الماتش القوي ده بيخلق زي ما بيخلق في اللعيب خبره قويه عن الماتش، حتى بيعتبروا ان الماتش بمثابه 10 تمارين. نعم صحيح، لان صحيح. بيبقى في بريشر. ده كان ردك يا كابتن طاهر وانت رئيس قطاع الناشئين، يعني انت كنت طبعًا. دايما انا كنت اقعد اتفرج على التدريبات، يعني وحضرتك رئيس قطاع الناشئين والناشئات كنت دايما لازم تطعم الاوف سيزون بمباريات كتير. كان ده مباريات، لان المباريات زي ما قلنا بتبني خبرات في مواقف معينه، بتبقى فيها سبيشال سيتويشنز او المواقف الخاصه كتير جدا. صحيح. وبتبقى في ضغط من هتلاقي من الحكم، مش زي لما المدرب مثلا في التمرين هو اللي يحكم. صحيح. غير لما يبقى في حكم هو اللي بيحكم طبعا، انت نفسك كلاعب بتختلف وادائك بيختلف وحكم تاني وحد بيحسب السكور وبتحاسبهم على الفاولات، ما يبقاش المساله لانك يبقى تبقى عامل حسابك انك انت عند عدد معين من الفاولات لازم تبقى تيك كير او واخد بالك. صحيح. انك انت ما تزودش عن كده او تتسحب من المباراه، ودي ايضا مش للحكام واللعيبه بس، المدربين كمان بتستفاد طبعا، المدربين واللي ماسك السكاوتنج واللي بيجرب شغله كله بيستفاد، كل الناس دي بتستفيد من كون ان المباراه رسميه ومباراه ايكوال جيم ومباراه حاسمه او فاينل. كابتن سرعاوي، يعني في معضله كبيره جدا جدا وصداع في كل المدربين في الدوري المصري، وخلينا نناقش القضية دي يعني في 5 دقايق وفرصة ان احنا النهارده بنتكلم عن كرة سلة بس، الا وهي مباريات منتخب مصر 3-on-3. النهارده مكان ايامينا ما كانش فيه 3-على-3 دي، بس دلوقتي دي بقت لعبة اولمبية، بقت فيها جوائز، فيها كاس عالم، فيها بطولات مناطق كثيرة جدا ونقاط بتتجمع. ولكن النهارده انت لما بتستعين بلعيبة المنتخب العادي اللي هو 5-على-5 وتلعب بيهم 3-on-3، ده في نوع من الاجهاد، في نوع من تعرض اللاعبين للاصابه، لان التيمبو بتاع 3-على-3 غير التيمبو خالص 5-على-5. شايف الفكره ازاي يا كابتن؟ شايف ايه اللي ممكن نعمله؟ احنا بنناقش قضيه، يعني مش الهدف منه انتقاد شيء، ولكن بنناقش قضيه لانه في المصلحه في الاول والاخر هي يعني لا تسود. هل من مصلحه المنتخب 3-على-3 انه يجيب لعيبه او يستدعي لعيبه منتخبات مصر، ولا يجيب وشوش جديده زي ما المنتخبات كلها، يعني الدول العالم كلها ما بتلاقيش يعني لعيبه المنتخب 5-on-5 الستارز، مش هتلاقي مثلا ليبرون جيمس بيلعب 3-3 مثلا في امريكا، مش هتلاقي يوكيتج مثلا في بيلعب 3-على-3. شايف ده فكره صائبه ان احنا نجيب لعيبتنا لعيبه منتخب تلعب 3-3، ولا نجيب وجوه ثانيه بره 5-على-5 وتاخد فرصتها في 3-على-3؟ اولا بالنسبه ل 3-على-3 انا اعتقد ان احنا لازم في الاول نشكر رحاب الغنام على المجهود اللي هي عاملاه، والدعم اللي طبعا والدعم اللي واخداه من اتحاد السله، وهي بيقوم بمجهود غير طبيعي في لنشر اللعبه دي منذ البدايه لغايه ما وصلنا الاولمبياد، فده طبعا مجهود كبير من اتحاد السله ومن كابتن رحاب الغنام. تاني حاجه انا في اعتقادي الشخصي، وده اللي بدا النادي الاهلي ينفذه، ان جوستي بوش عايز يفصل ما بين لعيبه الخمسه ولعيبه الثلاثه، 5-على-5 والثلاثة، ولازم يكون في وجوه جديدة. ما ينفعش ان لعيبة، يعني طالما انت اعتمدتها كلعبة اولمبية ولها هيبقى فيها زي ما بيقولوا رينك او فيها درجات وكده، لازم اخلي افصل ما بين دولت ودولت، لان مصر كتير ولاده، يعني مصر يعني مصر لو دخلت قطاع الناشئين في اي نادي او في اي وغمضت عينك هتعمل ايدك كده هتجيب 6-7-8 وكده. بعدين تكرار اللعيبه في البطولات ده حاجه اعودهم الاصابه، يعني سوريا انا صعبان عليا بصراحه، سوريا اتصابت قبل كده رباط صليبي برضه، اتصابت في 3-على-3 اتصابت في 3-على-3 يعني لا يعني لا الاصابه يعني الاخيره في 3-على-3 يعني الاصابه الاخيره في 3-على-3 واصابه الصليبي كانت في ماتش جزيره القاهره برضه، ولكن كانت راجعه من 3-على-3 فالنهارده اللعيبه او اللاعبات بيتصابوا، فالنهارده لازم يبقى في نظره مختلفه، لازم اريح اللعيب، لازم اللعيب يبقى عنده وده لا ياتي الا بقرار من اتحاد السله. نعم. لازم يتفصل ده عن ده، ولازم يعني حتى لو النتائج قلت هزت بس حافظت على لعيبتك، حافظت على منتخب مصر، لان يعني احنا دلوقتي
بالنسبه للبنات في منتخب مصر يعني عايزين نوصل زي يعني الاولاد بيوصلوا كاس عالم، عايزين يبقى يعني حتى يركز ويركز في افريقيا بقت صعب جدا. فتشتيت اللعيبه ما البنات ما بين الخمسه على خمسه، لا ثلاثه على ثلاثه، لا انا عندي بطوله، لا انا مسافره، لا. وبرضه دي بتعوق المدرب اللي بيشتغل في نادي ان هو لعيبته بتاخده خمسه على خمسه يرجعوا يروحوا رايحين ثلاثه على ثلاثه. بالظبط. ونفس الوقت بتبقى يعني ما اكتشفتش لعيب جديد، هو نفس اللعيب لكن يعني. انا اعتقد ان اتحاد السله بقياده الدكتور مجد ابو فريخه اعتقد ان ممكن يحط سيستم للموضوع ده ويحط نظام ويفرضه على الانديه ان لازم تكون وجوه جديده في ثلاثه على ثلاثه. نعم. وده هيبقى النتائج هتتهز شويه لكن هيبقى عندك مكسب كبير جدا جدا كمكسب مستقبلي. كابتن طاهر رايك ايه في القضيه دي؟ يعني شايف الموضوع ده ازاي؟ انا طبعا مع كابس العوي في الراي ان هو نقدر نفصل الثلاثه على ثلاثه عن الناس النجوم اللي هم بيبقوا شايلين الدوري او بيبقوا بيلعبوا في البطولات المحلية والدولية كأساسية. نعم. إنما أنا ليا رأي بسيط مغاير، إن أنا طالما هدفي إن أنا أوصل دلوقتي للأولمبياد كهدف إن أنا أوصل له أو كأس عالم، فأنا شايف إن هي يتعمل زي ما بيتعمل دلوقتي. انا اللي حاسه ان هو بيبقى فيه ميكس. نعم. بين انك انت تشوف ناس مخصوصه للثلاثه على ثلاثه وبيبقوا تقريبا من مش انا مش عاوز اقول الصف الثاني انما لعيبه مش محوريين او مش خمسه ستاندنج في انديتهم قوي او ما بيعتمدش عليهم بكميات كبيره، زائد انك انت لازم تطعم الاربعه الفرقه اللي هي بتلعب 3 على 3 بواحد يكون تقيل. صح. جدا او نجم كبير جدا. ماشي. عشان يعني يبقى في الايمان يبقى ماشي حل وسط، ويبقى زي ما حضرتك ذكرت ان احنا بيبقى تحميل على اللعيبه او بتزود الاصابات. فانا مثلا عندي في الاهلي كذا نجم اساسي بيلعب لمسافات طويله، اعمل شيفتنج بينهم. تمام. يعني لو عندي ثلاثه في نادي هم اللي شايلين مش كل مره اخدهم الثلاثه مع بعض. بالظبط. واحد كل مره واحد كل مره. يعني 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 كابتن طاهر برضو لان مخرج او حل انه يبقى فيه ان بتوين، ما يبقاش انت تستبعدهم خالص وتخدهمش خالص. لا لانك انت عندك اهداف بقى الاولمبيك جيمز، عندك استحاله تستبعد خالص، لازم تدخل. ماشي. دخل يعني واحد او فكره حلوه برضه يعني تعمل لهم شيفتنج. بتختار في كل تجمع ست لعيبه غير او ثمانيه او ثمان لعيبه عشان تسافر باربعه. خد بقى ممكن تغير فيهم، ممكن تطعمهم بناشئين. طب خليني اترجم اللي حضراتكم قلتوه بطريقه كده وقولوا لي اذا كان كلامي صح ولا لا. هتصنف اللعيبه ليفلات. ليفل ايه مثلا؟ ليفل بي، ليفل سي. هتحط في ليفل ايه مثلا خمس لعيبه. مش لازم من النادي الاهلي، خمس لعيبه من مصر كلها. مصر. ليفل بي خمس لعيبه، ليفل سي خمس لعيبه، كل بطوله تاخد واحد من كل اي بي سي. انت كده جمعت 15 لعيب. يبقى انت جمعت 15 لعيب صح. وبدلت ما بينهم مفيش اجهاد وفي نفس الوقت كله شغال. بالظبط. اجي بقى في الحاجات في اماكن الحسم او منافسات الحسم العب بالتوب اوف اي، توب اوف بي، توب اوف سي، صح كده؟ بالظبط بالظبط. دي هتبقى اقرب للواقعيه وتقدر تنفذ البرنامج بتاعك في وصولك للبطولات الدوليه المهمه. صحيح. وفي نفس الوقت ما تبقاش خسرت خبرات او قدرات عاليه في مصر، خاصة ان انت دولة كبيرة لازم تبقى متواجد في المحافل الدولية. والشيفتنج لازم يبقى فيه شيفتنج. يعني صحيح. حضرتك شايف يا كابتن طاهر كابتن سلعاوي دي لقطات من ارض الملعب في تسخين الفريق، لقطات حية وعلى الهواء مباشرة لتسخين الفريق من المركز الاولمبي في المعادي. وبالمناسبة الصلاة دي يعني احنا كابتن سلعاوي خدت منا يعني زي ما بيقولوا كده خدت منا رقات. يعني الصلاة دي كنا بنتمرن فيها 6 الصبح و8 الصبح و10 الصبح، الصلاة دي كانت شهدت لينا يعني 15 سنه كنا بنتمرن في الصاله دي الحقيقه. بس طبعا اتطورت ما كانتش كده، بس هي نفس البوردات على فكره ما اتغيرتش برده. هي ميزه البوردات دي بقى ان هي
لا غير ان هي بتلم انا كنت شويت فبقول بقى بتلم حسب لانك انت لعبت فيها كتير واتمرنت فيها كمنتخب كتير، فطبعا بيبقى في سنس معين لصالات او في تفاؤل ان هو الركع على اللعيب برضك مش الحلقه. لا والله بس ماشي يا كابتن، بس بص الحلقه دي والله يا كابتن انا كنت الركع على ان نسبتك كانت عاليه. بص يا كابتن الحلقه يعني واسعه. والله العظيم يعني يا جماعه انا عايز اقول لكم انا لعبت على الحلقه دي وكنت بحب جدا يعني الماتشات، كنت اعلى نسب اجيبها هنا. وعلى فكره اتعب بقى لما العب في صاله ثانيه لان الحلقه دي واسعه. فطبعا نسبتك بتبقى عاليه، تيجي بقى تلعب على الحلقه الضيقه شويه تلاقي الدنيا بقى بقت صعبه فتضطر تتمرن من اول وجديد. لا ده احساس برضك لان هي طبعا اعتقد القطر بتاعها 45 سنتي. بس الاكبر شويه يا كابتن دي بقى لحبها شويه. لا وهي في اصلا على اساس ان احنا كنا بنلعب في ملاعب لحد ما كانت الحلقه لما تبقى فيها بوش بسيط بتلم. غير لما تبقى مصمطه وناشفه فبتلاقي الكره تخبط تطلع بره. طيب خلينا بس اذكر للساده المشاهدين ان هليوبلس فاز بالمركز الثالث بعد فوزه على نادي الشمس. هليوبلس جاء في المركز الثالث، وطبعا هننتظر مباراه دلوقتي او اللي هتتلعب بعد قليل الاهلي والجزيره عشان نحدد الاول والثاني. بس بحب انوه ان نادي هليوبلس فاز بالمركز الثالث، الف مبروك. ونادي هليوبلس كمان من احد منارات يعني كرة السلة في منطقة القاهرة، يعني حاجة برضو يعني محترمة جدا، لتاريخ كبير نادي هليوبلس في كرة السلة. فاز بالمركز الثالث في منطقة القاهرة، وحتى نادي هليوبلس على مستوى قطاع الناشئين برضو يعني ليه تواجد بشكل قوي. زي ما حضراتكم شايفين دي مباراة أو ملعب المركز الأولمبي في المعادي، طبعا الناحية الثانية ترابيزة الحكام. نادي الأهلي كابتن طارق خيري واقف على بنش او على ناحيه بنش النادي الاهلي، وناحيه الشمال او على يمين الترابيزه هيبقى نادي الجزيره. زي ما حضراتكم شايفين نجمات الفريق نادين سلعاوي، يعني اكتر من لعيبه انا شايفها موجوده بس يمكن الصوره بعيده شويه. يعني كابتن سلعاوي ادينا يعني يا عمرو قول لنا كده مجموعه اللاعبات اللي موجودين يا كابتن كده سريعا في الشاشه كده حضرتك شايفهم بيسخنوا. في انا شايف اثنين لعيبه من الناشئين ماشي، يعني رنيم هي بتسخن يا كابتن. رنيم بتسخن. وفي سرايا اعتقد بره بتجري، بس ما اعتقدش انها هتبقى جوه المستوى، لكن بتتجرب بره تحت الباسكت. في جايده خالد لعيبه ممتازه، في تمارا نادر برده، في ميرال، في يعني في يارا اسامه في رضوى فريده وائل وفريده وائل هناك فريده وائل اللي هي واقفه على 3 بونت من احسن اللاعبات اللي موجوده. فريده عامله موسم كويس السنه دي قوي، يعني احنا عندنا ناشئين كويسين يعني. وجايده كمان ما شاء الله برضه اثبتت نفسها بشكل جيد. جايده لعيبه كويسه، وفي حبيبه كمان ما شاء الله. يعني بتهيالي يعني حضرتك بتهيالي 10 دقايق يا كابتن بتهيالي وتنطلق المباراه زي ما احنا قلنا هتبقى. هو في دلوقتي عندنا في السكور 10 لعيبه قدام واثنين من الناشئين. ما هو ده طبيعي، سوريا ريحت فاكيد هيبقى هتحوط مكان سوريا وجودي. طب كابتن المحترفه فين؟ محترفه متغيرها اتغيرت يعني متغيرت مش موجوده، وهي بتلعب مع سبورتنج دلوقتي في بطوله افريقيا المحترفه بتاعتنا السنغاليه بتلعب سنغالية. بس احنا هنغيرها هتتغير يعني دي على ما نسمع يعني بس هو مفيش بس هي دلوقتي بتلعب مع سبورتنج. ما لازم نوضح المعلومه دي للساده المشاهدين ان هي دلوقتي السبورتنج استعان بيها في بطوله افريقيا لان ليه 3 لاعبات اجانب أربعة عشان دي بالي السنه دي. واللي عمل هي ديبينز على ان هو هل اتخذت موافقه النادي الاهلي على منهم السنغاليه احترافهم يعني هي عندهم محترفه في سبورتنج وجابوا 3 منهم السنغاليه في لا وثلاثه سنغاليين سيرا ده منتخب السنغال كده لكن زي ما الكابتن طاهر بيقول هتعتمد على هل موافقه النادي الاهلي على التغيير. بس هي اعتقد ان لو مش هتتغير كانت لازم هتبقى موجوده مع الفريق في البطوله زي دي. وارد معلومه ملاحظه صحيحه. احنا بص احنا ما عندناش معلومات، احنا بنتوقع يعني احنا ده توقع بحكم خبرات يعني بحكم خبرات ان هي لو كانت هتكمل ما كانش النادي هيفرط في بطوله زي دي فهي ممكن فعلا تكون النادي الاهلي بيفاضل او لسه ما خدش القرار. خلينا نشوف اكيد بعد ايام قليله قبل بدايه السوبر هنعرف اذا كان النادي الاهلي هيغير فعلا المحترفه السنغاليه اللي بتلعب في صفوفه ولا هيبقي عليها. وفي الاول والاخر ده قرار الجهاز الفني بالتنسيق مع كابتن خالد العوضي المدير النشاط الرياضي واداره طبعا مجلس اداره النادي الاهلي. طبعا مش هيفوتنا لقاء زي ده الا طبعا
نتمنى الشفاء لمعالي الوزير العام فاروق نائب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي اللي كان دائما ابدا بيكون حاضر هذه المباريات ومتواجد اول واحد كمشجع وليس كنائب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي. كل لقاء وكل حلقه وكل ماتش هندعي له بالشفاء وهندعي له ان شاء الله ان ربنا يقومه بالسلامه، لان يعني روحه موجوده في كل شيء، يعني حتى صفقات اللعيبه، توقيع اللعيبه دي، اللاعبات، الجهاز الفني، هتلاقي طبعا كابتن عمرو حاضر بشكل قوي جدا مع كل لاعب ولاعيبه موجودين. زي ما حضراتكم شايفين كابتن كريم بيتكلم مع يارا اسامه لعيبه الفريق، بيوجهها ايوه خلي الصوره دي شويه يا جماعه، كابتن كريم المدرب العام بيتكلم مع يارا اسامه، يعني انا شايف التوجهات انها ازاي تلعب بظهرها، ازاي تستلم. يارا جاءت قادمه من نادي الزمالك الموسم الماضي، لعبت معانا منتصف الموسم الماضي بشهر من ابتداء من شهر يناير، ولعبت الموسم ده من اوله. يارا اسامه طبعا من اللاعبات الجيده، لسه ما دخلتش جوه الفرقه زي ما حضراتكم شايفين. كابتن منى الحكم الاول اهي قدامنا جاي على بنش النادي او ناحيه النادي الاهلي، بتراجع طبعا الاجراءات ما قبل المباراه، بيراجعوا طبعا عدد اللعيبه اللي على البنش او ما شابه ذلك. والناحيه الثانيه شفنا طبعا كابتن دكتور عمرو عاصم مدير فني نادي الجزيره واقف مع كابتن مصطفى السيد مدير فني نادي هليوبلس في كلام كده الناحيه الثانيه من الملعب نادي الجزيره، انا اسف، الناحيه الثانيه من يعني الملعب. خلاص اللعيبه هي بتنسحب من ارض الملعب، راح على البنش، خلاص لحظات وتنطلق المباراه. خلينا نروح طبعا ونطير كلنا على صاله المركز الاولمبي بالمعادي لننقل لحضراتكم احداث المباراه، مباراه كره السله نهائي بطوله منطقه القاهره الاهلي والجزيره، ومعلقنا الكابتن احمد مناع. فالى هناك.